صفر المغرب تطواني هدف زهير نعيم. ومباراة إياب كان انتصار ديال فريق الرجاء بخمسة لصفر، يعني النتيجة اللي كانت كبيرة، هدفين ديال المتولي بول الزوق الروشي والهاشمي. الموسم الماضي تعادل في مباراة الذهاب 1-1، هدف المغرب التطواني سجلوا عبد المولد الدومينيكي الان في دكة الاحتياط، وعبد الى الحافظين الذي يغيب عن هذا اللقاء سجل للرجاء. مباراه اياب، فوز المغرب التطواني، محاوله واول لقاء لرشيد الطاوسي. لاحظوا التمريره المهدي الخلاطي، خطا ديال المهدي الخلاطي، احمد شحوح خد الكره بطريقه ديال اللاعبين الكبار، كيوضع الكره في الشباك. 1-0 الهدف اللي كيجي في حدود الثانيه 26، وقلت بانه الا ما خلتنيش الذاكره اعتقد من اسرع الاهداف في المباراه، قلت بانه كتعرف غياب عبد الى حفيظي. تبعوا المحاوله، يوسف حواصي، الحكم يعلن ضربه جزاء، للمغرب التطواني، ضربه جزاء للمغرب. عضربانون، لاحظوا الخطا ديال محمد الحاج، استغلوا بشكل جيد زيد كروش، كيمرر، مشى يوسف حواصي. لاحظوا يعني كانت يعني يمكن يعني بدر بانون ما لمش اللاعب، لاحظوا بدر بانون مشى الكره ما وصلش الكره، ولكن اعتقد يوسف حواصي يعني كان بذكاء كبير. الصافره ديال الحكم زيد كروش، والهدف، هدف التعادل بطريقه جميله. سيتنفس الصعداء بهذا الهدف، هدف ديال التعادل طريقة جميلة باش وضع الكرة ببرودة دم يحسد عليها زيد كروش. 1-1 بين الفريقين، مباراة كبيرة ومباراة من المنتظر أن تعطي أهداف أخرى. لاعبين سبق اليوم حمل، ألوان الفريق الأخضر، حمزة بورزوق الموقوف في استاديو المباريات من طرف اللجنة التأديبية بعد يعني الحركة كانت غير انضباطية حسب الحكم. نتابعوا هذه المحاولة لفريق المغرب التطواني، وحواصي خطيرة، تدخل ديال زكريا الهاشمي كانت خطيرة لفريق المغرب التطواني، دائما تدخل ديال محمد الحاج خطيرة، الهدف 2-1. لاحظوا الفراغ الكبير والخطأ الكبير على مستوى التغطية الدفاعية لفريق الرجاء. زوير نعيم خطا كرة يسدد في القائم الايسر، يضع الكرة 2-1 لفائدة فريق المغرب التطواني. لاحظوا محمد الحاج، فارق كبير وسط ثلاثة ديال اللاعبين، تمكن زهير نعيم انه ياخذ الكرة، وهذه القوة ديال زهير نعيم على مستوى الاختراق، كيتمكن انه يوضع الكرة في الشباك. تقدم الرجاء في الجولة الأولى وتقدم المغرب. حواصي، يوسف حواصي قدم مباراة صراحة، مباراة كبيرة للاعب يوسف حواصي. تمريرة ما كاينش هناك تسلل، هذه محاولة لفائدة فريق المغرب التطواني. زيد كروش، كيمرر، ماريو لم يكن منتظر، ولاحظوا ردة فعل رشيد الطوسي، قلت في سيناريو لم يكن منتظر. الرجاء تقدمت بالهدف الاول، ولكن ردة فعل المغرب التطواني، ما كاينش هناك تسلل. زيد كروش، مشى من الجهه اليمنى يمرر، وسلمان ود الحاج، يعني تمكن من وضع الكره بهذه الطريقه. 3-1 للمغرب التطواني، اللي كيخلي الامور تزيد صعوبه على فريق الرجاء. مره اخرى نتابع، لاحظوا الفراغ الكبير ولو انه كانت متابعه من المدافع فيفيو مابيدي، يدخل هذه محاوله، هدف، الهدف الثاني للرجاء، الثاني لفائده فريق الرجاء، كيجيب هذه الطريقه. لاحظوا الكره مباشره للمرمى، ياسين الصالحي كينفذ مباشره، يعني لاحظوا غلطه الدفاع. وبالتالي